السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم ومحبتنا لكم وبروح رياضية مع حلقة جديدة من الأسبوع الرياضي، كونوا معنا. المحبة والتحية لكم من جديد مشاهدينا الأحبة. اليوم نشد الرحال جنوب محافظة صلاح الدين إلى المدينة المباركة، إلى أيضا مدينة القباب أو القبة الذهبية، مدينة مباركة من مدن محافظتنا العزيزة محافظة صلاح الدين. اليوم نحل ضيوفا على نادي بلد الرياضي، نطرق الأبواب، يستقبلنا بكل طيبة قلب وكل حفاوة وتكريم الكابتن رضا عدنان، رئيس الهيئة الإدارية لنادي بلد الرياضي، هذا النادي العتيد، نادي رقما صعبا، يعد رقما صعبا في مسابقات متنوعة مختلفة من الرياضة العراقية، حضور متميز، هنالك الكثير الكثير من المواهب الغضة والواعدة، أنجبها رحم هذا الصرح الرياضي هو نادي بلد الرياضي، أيضا شخصيات مرموقة إدارية تدير دفة الأمور الرياضية في نادي بلد الرياضي، شعلة من النشاط، حاضر الرياضة البلداوية بكل صنوفها ومشاركاتها فعالياتها من على الساحة التنافسية للرياضة العراقية. اليوم ضيفنا لا فرق أن نكون هناك في أروقة نادي بلد الرياضي ذات الترحاب وذاك المحبة، نحظى بها تلك الحفاوة الطيبة من أهلنا في بلد الحبيبة الغالية العزيزة علينا مدينة السيد محمد عليه السلام، مدينة الطيبين، مدينة التضحيات، مدينة تبقى حاضرة في الضمير والوجدان طالما أجزلت وقدمت تلك المدينة على مختلف صور الحياة المشرقة، قدمت تضحيات، قدمت مبادرات، قدمت الكثير الكثير. نرفع القبعة اعتزازا وتقديرا لأهالي بلد، لمدينة بلد، بل لأسر محافظة صلاح الدين بأسرها. اليوم رضا عدنان الكابتن الوديع الهادئ صاحب الروح الرياضية السمحاء الطيبة المتدفق حيوية النشاط في الملعب، تجده لاعبا إداريا لا يبخل بشيء من شأنه أن يعني يبحر بسفينة الرياضة البلداوية وبالتالي رياضة محافظة صلاح الدين وبالتالي الرياضة العراقية إلى أمام. ضيف حلقة اليوم هو الكابتن رضا عدنان أبا زيد، حياك الله كابتن. حياك الله، شكرا لك أستاذ أديب على هذه المقدمة، حقيقة يعني أفرحتني بهذا الكلام اللي يخص مدينتنا، مدينة بلد ومحافظتنا بصورة عامة. أنا لي الشرف أن أحضر إلى مقر قناة صلاح الدين الفضائية حتى ننقل الصورة اللي تعيشها الرياضة بمحافظتنا العزيزة إلى جمهورنا الكريم. أستاذ رضا مرحبا. أهلا وسهلا. تستحقون أكثر. أنت شخصية رياضية مرموقة ومعروفة وواكبناك من سنين طويلة تمتد إلى أكثر من 20 عاما، أنت تقود السفينة الرياضية بنادي بلد، بل أيضا تشغل منصب رياضي آخر بممثلية اللجنة الأولمبية، منصب الأمانة المالية، دائما ما يتواجد رضا عدنان في الملاعب حتى لو لم يكن نادي بلد طرف في المنافسة، نجد أستاذ رضا عدنان موجود من الشرقاط إلى الدجيل، بل حتى في ملاعب العاصمة بغداد حبيبتنا الغالية بغداد الحبيبة وملاعب المحافظات الأخرى. أستاذ رضا، متى تأسس نادي بلد؟ سؤال تقليدي. نادي بلد تأسس عام 1989. ما شاء الله. الحمد لله. إن شاء الله الموفقية.
أشكرك بارك الله فيك. فأكيد تعاقبت كثير من الإدارات على تولي المسؤولية والإبحار بسفينة الرياضة البلداوية أو يتصدون المسؤولية داخل البيت الرياضي البلداوي. كثير منهم الآن موجودين وهم غادر الحياة منهم يعني أزلوا العطاء. محبتنا لهم جميعا. الرياضات التي تمارس باختصار ضمن أروقة نادي بلد الرياضي وبالتالي المشاركات الفعلية القطرية بل حتى هنالك مشاركات خارجية نسمعك. نعم الفعاليات اللي معتمديها احنا بنادينا نادي بلد الرياضي هي اولها كرة القدم. نعم. وكرة القدم طبعا بها فرق فئات عمرية متعددة بالاضافة الى الكرة الطائرة وكرة القدم داخل الصالات. حلو. لعبة البليارد والسنوكر، لعبة الشطرنج، لعبة التجريف، الكيك بوكسينج، بالاضافة الى بناء الاجسام والطاولة والريشة الطائرة. ما شاء الله. نعم. كل هذه الفعاليات لديكم مشاركات رسمية؟ لدينا مشاركات رسمية مركزية على مستوى العراق بالإضافة إلى مشاركاتنا على مستوى محافظة صلاح الدين مستوى العراق، بل حتى لدينا مشاركات خارجية في بعض الألعاب. نعم. لو اختصرنا تلك الفعاليات بمجموعة فعاليات يعني حاضرين فيها على مستوى مسابقة العراق الدوري العراقي مثلا بجانب الطائرة، القدم، الألعاب المنظمة، السنوكر، الشطرنج. نعم. تستعرضنا بإسهاب بعض المشاركات المتميزة. أكيد يعني هي لعبة كرة القدم تعرف. نعم. جنابك الكريم اللعبة. نعم. الشعبية الأولى في معظم بلدان العالم. فنمتلك احنا فريق أول شاركنا. حلو. في الدوري العراقي الممتاز موسم 2005 حقيقة أكثر من 5 إلى 6 مواسم احنا نتأهل إلى دوري التأهيل للأدوار الأخيرة من دوري التأهيل، ولكن الحظ ما يحالفنا بالترشح والصعود إلى مصاف الدوري الممتاز. نمتلك مشاركات في بطولة كأس العراق، وحاليا احنا نستعد، فريقنا يستعد للمشاركة يوم 12/9 بهذا الشهر مجموعة أم دوري؟ يوم الأربعاء بطولة الكأس، كأس الكأس فردي. نعم. تصفيق فردي. نعم. مباراتنا القرعة، خروج الخاسر. نعم. القرعة. أي مباراة تجمعكم مع مباراتنا مع نادي المشروع من محافظة بابل. المباراة تقام على ملعبنا إن شاء الله. إن شاء الله نتأمل أنه الفريق يتوفق ويفوز حتى ننتقل للدور 32 اللي نلعب مع فرق الدوري الممتاز إن شاء الله. الآن الفريق القدم أفهم من كلامك يستعد لبطولة الكأس. نعم. يمكن تقريبا 7 أيام مضت على دخول فريق كرة القدم بالنسبة لنادينا في فترة إعداد بقيادة المدرب الكابتن القدير مهدي جاسم لاعب المنتخب الوطني السابق. محبتنا لحود وتحياتنا قوة جوية بالإضافة إلى الكابتن المدرب المساعد عماد نايف. محبتنا للجهاز الفني لفريق نادي بلد الكروي، أمنياتنا أنهم بالموافقين إن شاء الله في منافسة بطولة الكأس العراقي. مسابقة غابت طويلا وعادت أحيانا تستأنف لكن لا تكمل، الأسباب. نعم. والله أسباب فنية إدارية، أسباب إدارية ومالية. مالية. صراحة بالنسبة للاتحاد. يعني بالنسبة للاتحاد إدارية. نعم. وبالنسبة للجانب أندية. المالي تخص الأندية تعاني منها. يعني اتحادنا العمل منهاج أو برنامج العمل غير واضح بالاتحاد العراقي المركزي للعبة، بالإضافة إلى موضوع شحة الأموال والتخصيصات المالية ومصادر التمويل الذاتي للأندية، وخصوصا أخص بالذكر الأندية الأهلية أدى إلى غير مرتبطة بمؤسسة. أكيد الأندية الأهلية معناها غير مرتبطة بمؤسسة ووزارة. فهاي الأمور المالية، قلة الأموال أو انعدامها، أدى إلى غياب عديد من الفرق عن بطولة الكأس، لأن يعني تعد بطولة غير طيب غير قيمة يعني. طيب. بالنسبة للأندية غير ملزمة للأندية، غير ملزمة بالضبط ولا تعرض إلى عقوبة. لا لا. لديك فكرة أو من هي الأندية من محافظة صلاح الدين التي
تشارك بهذه المناسبة. أكيد أنا حضرت المؤتمر الفني من الأندية ضاف البلد العراقي المركزي في بغداد، الأندية اللي شاركت من محافظتنا فقط نادي بلد وسامراء، فقط أندية بلد وسامراء. باقي الأندية لم تشارك. طيب عودة إلى أروقة نادي بلد البيت الرياضي البلداوي، تحدثنا عن كرة القدم، كرة الطائرة باختصار. كرة القدم تحدثنا عليه فقط الفريق الأول، حاليا احنا داخلين منافسة بدوري الشباب للمحافظة، انتهت المرحلة الأولى، يوم 11/9 تبدأ المرحلة الثانية إن شاء الله. بالإضافة إلى موقفكم بالمجموعة الجنوبية لفئة الشباب لكرة القدم؟ والله بعد اليوم ثالث المجموعة. حاليا من المتصدر؟ مجموعتنا سامراء. حاليا اليوم مباراة ناشئين، بطولة الناشئين، افتتاح تجمع سامراء مع نادينا نادي بلد في مدينة سامراء إن شاء الله. بالإضافة إلى هناك دوري للرديف الصور بعد أكثر من شهر. فكرة الرديف أو الفريق الرديف، فريق النادي لكرة القدم، من وضع تلك الفكرة؟ هل هي بإعاز من الاتحاد المركزي لكرة القدم أم مبادرة لأسرة الاتحاد الفرعي؟ لا، حقيقة مبادرة داخلية من قبل الاتحاد الفرعي وقسم من ممثلي الأندية اللي نحضر بالاجتماعات. فيها جدوى فنية؟ أكيد يعني أكيد. كم العمر؟ تعرف أستاذ سقف السقف العمر احنا الرديف مفتوح؟ لا لا، دون ال 21. دون ال 21 دون يعني ال 21 فما دون او دون ال 21 مشمول باللعب. طيب اكيد يعني الفئه بالنسبه لدوري الرديف يقام عاده قبل دوري الدرجه الاولى، يكون اعداد حتى المدربين يعني الكوادر ذات اللاعبين الفنية. ذات اللاعبين لهم خط اول والرديف ممكن ان يستعين باكثر من لاعب فريق الرديف الى الفريق الاول. هذه الفكره يعني تبلورت وولدت ضمن اروقه الاتحاد الفرعي لكره القدم، لا ام كان هنالك مبادره من بعض رؤساء الانديه والقائمين على كره القدم في الانديه؟ اكيد القرار كان مشترك ومبادره ودراسه وتشاور. نعم اكيد، وكان دور كبير للاتحاد الفرعي في ان تقام هذه البطوله. طيب متى تنطلق مسابقه الرديف؟ يعني قبل ام بعد؟ قبل الدوري ام بعد؟ قبل الدوري، قبل انطلاق الدوري. طيب قبل انطلاق دوري المحافظه للدرجه الاولى. للدرجه الاولى بالضبط. كل الانديه لديها رديف؟ لا طبعا مو جميع الانديه تشارك بهذا النشاط. وحتى الفئات العمريه، ومع الاسف هسه بطوله الناشئين مؤلمه، من مجموعه 15 نادي شارك خمس انديه مؤلمه. الاسباب ماليه، القاعده الاهم والاساس جرف. هي هذه الفئه العمريه بالنسبه للناشئين. جرف كره القدم تبدا من الصغير، يعني المفروض ان يكون الاهتمام بهاي الفئه أكيد. اكثر من الاهتمام بالفريق الاول. اكيد هذا المواهب الغضه الواعده يفترض الاهتمام بها، وممكن ايضا حتى ما اشارك بالخط الاول او اكون مشاركه رمزيه لكن اهتم بالفئات العمريه بالانديه. قاعده رصينه قويه متينه للنادي للمستقبل. طيب حتى يكون عندك فريق قوي. هذا المطلوب، هذا ان شاء الله تجد الاهتمام من باقي الانديه التي لم تشارك ببطوله الفئات العمريه وهي مهمه طبعا. كابتن رضا، نعود مره اخرى الى ايضا الالعاب الاخرى وحضوركم كنادي. نعم. يعني قبل قليل قبل اللقاء ذكرت الخماسي. نعم. أو الطائرة على مستوى العراق. أكيد نعم، فريق الكرة الطائرة يلعب فريق نادينا بالدوري العراقي الممتاز. يمثل المحافظة طبعا. الفريق الوحيد من محافظة صلاح الدين. نعم. اللي يلعب بالدوري الممتاز. نعم. تعرف الدوري الممتاز أندية كبار، جماهيرية، أموال، دعم، مثل نادي أندية مؤسسات مثل نادي الشرطة مثلا. بالإضافة يعني دوري ليس تجمع، لا هي تجمعات، هو نظام الكرة الطائرة تجمعات. نعم دائما. من مجموعتكم؟ بغداد، شرطة، الصناعة، لا متوزعة مو فقط بغداد، شمال جنوب بيها أكو. لا هسه حاليا الموسم الأخير الشمال صار تدري الظروف الأمور اللي عشناها. أكيد أكيد. بالآونة الأخيرة منطقة كردستان أو الشمال صارت مجموعة لحالهم وحدهم. نعم نعم. يعني هذه العفو بالتأهيل للدوري الممتاز. جدلا تميز فريق من الإقليم أو من الفرات الأوسط أو من الجنوب
أو من أندية بغداد أو من المنطقة الغربية الوسطى، كيف يكون الحال؟ يعني أبرز الأندية المتقدمة اللي تحصل على المراكز الأولى بتلك المناطق يتبارون فيما بينهم، أم ماذا نظام الدوري للطائرة؟ الدوري للطائرة تأهيل مناطقي. احنا شاركنا الدوري الدرجة الأولى. نعم. تأهيل الدرجة الأولى مناطق المنطقة الغربية. نعم. وتأهلنا إلى الدوري العراقي الممتاز فئة بي. وأيضا شاركنا بتجمعين. نعم. احنا بالمناسبة احنا يعني دوري طويل ومرهق. نعم. ممتاز. احنا ونادي الضلوعية ترشحنا للدوري الممتاز بي من محافظة صلاح. حلو. وبعدين قلت لك استضفنا مجموعة أو تجمع في مدينة بلد في قاعة بلد، وبالتالي ترشحنا للدوري العراقي الممتاز أو للتصفيات الأخيرة أو النهائية من الدوري الممتاز بنادي بلد بالإضافة إلى نادي القوة الجوية. ما شاء الله. نعم. وترشحنا للدوري العراقي الممتاز وشاركنا بالموسم نتائجكم الماضي. والله هي نتائجنا كانت يعني على واقعنا ووضعنا جيدة جدا مقبولة. هذا ما أبغى أن أتحدث فيه. على واقعكم ووضعكم يعني المالي وليس الفني. يعني بلد يغلب نادي الصناعة اللي إلى باع طويل في عالم الكرة الطائرة. وإمكانيات مالية وتخصيصات، هذا شيء أكيد لا إنجاز. يعني إنجاز يعد للنادي. يعني نادي بلد بالتصفيات يتغلب على نادي القوى الجوية قاعة الشعاب. جميل. اكيد انجاز يعني يسجل للنادي حقيقه. يعني افرحتني كثيرا حين تحدثت عن المشاركه البلداويه بكره الطائره على مستوى العراق وتلك النتائج الايجابيه المتحققه. العاب اخرى عندنا كره القدم داخل الصالات، يعني خماسي كره القدم المعروف، ايضا فريق نادينا والفريق الوحيد من المحافظه اللي يلعب بالدوري العراقي الممتاز. جميل. وتعرف تترتب اموال وصرفيات. نظام الدوري مرهق طويل، يعني مجموعتين كل مجموعه على مستوى العراق، مجموعتين فرق على مستوى العراق 20 فريق يعني. نعم. احنا الدوري فتره الدوري 9 أشهر تقريبا طويلة. مع الاعداد فتره طويله، المباريات تستنزف اموال ذهاب واياب. يعني احنا نادينا يسافر للبصره 3 مرات يلعب مع انديه الميناء، مع انديه نفط الجنوب، مع الانديه يعني المعروفه. من بغداد بالطائره ام برا؟ استاذ حبيبي يا طائره، احنا تمويلنا ما يسمح بهذا الموضوع. احنا ناس يعني نقوم بجمع الاموال قبل المباراه حتى نقدر نسافر. نعم اكيد ذاتيه، لان تخصيصات ماليه ماكو ولا عندنا تمويل ذاتي. تمويلنا الذاتي بالنسبة لنادي بلد 4 مليون دينار سنويا. ماشي. يجي واحد سنويا. يقول لك بطلوا. بطلوا على يا أساس؟ على يا أساس؟ هذا المواهب. ليش هي هاي الكلمة سهلة؟ زين بطلوا هو احنا المسؤولين عن هذا. وقع كبير. ليش نقتل الشباب طموحهم تطلعاتهم؟ نعم. على يا أساس؟ منو المسؤول عن هذا الموضوع؟ سمعة بلد يعني من ليش احنا شنو كلفة المشاركة حتى نبطل؟ يعني ما ساوي ما سامع هذا الكلام. موضوع تخصيص المرطبات والضيافه في دوائرنا بالمحافظه اللي هي وغير المحافظه نريد نذكر احنا وغير المحافظه ما تساوي تخصيص المرطبات، الاموال اللي تخصص للمرطبات هاي مشاركاتنا. فعلى يا اساس اني احرم جيل كامل؟ احرم شريحه كامله من المجتمع موهوبين يعني هذا واجبنا انه احنا نسعي ونوفر في سبيل ان جانب مهم استاذ رضا، تقطع الطريق امام هؤلاء الشباب من ان ينزلقوا بمهاوي ومخاطر. اكيد استاذ ابي بالرياضه هسه بوقتنا هذا. نعم. فقضيه مهمه جدا. اكيد. يعني توجه الشباب الى الساحات، الى الرياضه بمختلف اشكالها وتسمياتها، هذا يعد فد قضية إيجابية وصحية وصحيحة بالوقت الحاضر. يقول مثل سيد ملعبا ووقف المستشفى، لأن راح تجنبنا هواية أمور. نعم. يعني قضايا الانحراف، قضايا الإجرام، قضايا كثير الأمراض في زمننا راح تجنبنا كل شيء هواية. بالإضافة إلى أنه راح ينبني هذا الشاب بشكل صحيح. صحيح سليم. صحي وصحيح. نعم. وسليم. نعم. وبالتالي راح يخرج للمجتمع فرد. نعم. نافع. نعم. أكيد. ممكن في فترة من الزمن يكون أحد سفراء العراق بكرة القدم بالطائرة. وموجودة صارت عندنا بالسلة كثيرة. صارت عندنا حتى بنادينا على مستوى نادينا ومستوى محافظتنا. أي نعم. يعني احنا الكابتن
رياض عزيز من شباب نادي نبض طائرة، استدعي إلى منتخب الشباب ما شاء الله، وبالتالي مثل منتخب العراق الأول بأكثر من 7 و8 بطولات الموفقية، واحترف مع نادي الصناعة ومع رياض عزيز ومع نعم. غازي الجنوب ومع فرق عريقة وكبيرة، وهذا فخر عندي. فخركم وثمرة جهد أكيد إدارة ومدربين بنادي بلد وأندية أخرى. أنا سمعت حتى من النادي البيجا ومن المصافي هناك بالمنتخب الأولمبي لاعبين كرة قدم أكثر من لاعبين، ممكن يكون استدعاء نعم. لبعض اللاعبين. فاطمة سعد من المجمع السكني نعم. بطلة العالم بالقوس والسهم، كنا نفتخر ونعتز بهاي نعم. الأسماء الرياضية. سرمد من البيضة من قضاء العالم نعم. بطلة الشرق الأوسط بالذهب أكيد بركيكو شنغاي. أكيد هذه مواهب وإمكانيات لدى هؤلاء اللاعبين وهؤلاء الموهوبين. أبطال بالكيك نعم. بوكسين، مشاركات أخيرة بروسيا بطولة العالم للأندية نعم. حلو. حققنا أوسمة فضية 2. جميل. يعني نعود على هذا الموضوع أستاذ رضا بعد أن نطرق الباب على رياضة أخرى متميزة بنادي بلد، يعني تحضر بعد الكرة القدم والطائرة وأيضا الخماسي، خماس الكرة، الرياضات تحل بالمركز الرابع يعني بعد 3 فعاليات، البليارد نعم. وبناء الأجسام. حلو متميزة يعني اللعبات المتميزة بالإضافة إلى الطاولة الكيك بوكسين، متواصل المشاركات نعم أكيد. طيب. مشاركات علمنا أن هنالك ملعب لكرة القدم فيه مضمار للساحة والميدان نعم. أيضا تمارسون ألعاب قوى نعم، عندنا فريق للألعاب القوى، عندنا مشاركات ماراثون بغداد الدولي اللي نعم. صار مؤخرا بال 2017، والمشاركة مع الضاحية اللي صارت بطولة الضاحية أيضا بالعاصمة بغداد. عندنا فريق لألعاب القوى، ولكن تعرف أنت يعني التطلعات الاهتمامات الجمهور يعني توجهها إلى كرة القدم أكثر وأكبر من هاي الألعاب. أنا كان سمعت أن فريق كرة الطائرة نال الإعجاب وحضور متميز أكيد، حظي باهتمام حتى الاتحاد المركزي في أحد المباريات أكيد. استضفنا تجمع كامل في مدينة بلد على قاعة بلد المغرب، تحية الأستاذ حيدر جابر مدير القاعة، الرجل الرياضي المتعاون حقيقة، أوجه له تحياتي من التحية والمحبة نعم. يعني استضفنا مجموعة بمدينتنا مدينة بلد، مدينة السيد محمد بن الإمام علي الهادي عليه السلام، حقيقة الأبدى وارتياحهم كل الوفود اللي حضروا، الحكام المشرفين أعضاء الاتحاد، كانت شيء مفرح والله، كان تجمع مثالي حلو، لأن الحضور الجماهيري كان له دور كبير في إنجاح هذا التجمع وهاي البطولة، فخر للمحافظة. يعني القاعة المغلقة بمدينتنا تملأ تماما وتكتظم الجمهور والحضور، الجمهور الموجود نعم. بالقاعة خارج القاعة موجودين أكثر من الأعداد اللي موجودة بداخل القاعة، يوازي كرة القدم والله قريب جدا كرة القدم حلو. كان حلو. قريب حلو. تشجيع، هذا نتيجة اهتمامكم أنتم كإدارة نعم الحمد لله. نعود حتى نقلب أوراق الفعاليات والألعاب التي تمارس ضمن أروقة نادي بلد الرياضي، هذا البيت الرياضي البلداوي الجميل الرائع حقيقة، أفرحنا كثيرا أثلت صدورنا نتائجكم ومشاركاتكم وتواصلكم وعطائكم وحرصكم وأخلاصكم. حبيت المشاهدين نكمل معكم الجزء الثاني من حديثنا ولقائنا الطيب الجميل الرائع مع أيضا الرائع المجتهد المخلص الشخصية الرياضية المعروفة الكابتن رضا عدنان بعد فاصل قصير، كونوا معنا. المحبة والتحية لكم من جديد أحبتي المشاهدين، وبروح رياضية سبورتية نكمل لقائنا مع الأستاذ رضا عدنان رئيس نادي بلد الرياضي، حل ضيفا عزيزا، بل هو ليس بضيف بل من جزء من فضائيتنا من إذاعتنا
من إعلامنا دائما ما يسأل ويستفسر من خلال الاتصالات مكثفة ومتواصلة من الأستاذ رضا عن وضع الإذاعة والتلفزيون وفضايا صلاح الدين وإذاعة صلاح الدين. هو وكثير من الأحبة الذين يعملون ضمن الجانب الرياضي أو رياضة المحافظة بصورتها الأشمل. نكمل معكم أيضا ما تبقى من هذا الموضوع. نعود إلى رياضة بلد. نعم. وصلنا للبليارد وأيضا السنوكر. هي لعبة البليارد والسنوكر من الألعاب المعروفة والمشهورة عند البلد. أكو إقبال شديد على مستوى الشارع، الشباب على مستوى الشارع العام. ذكرت قبل اللقاء قلت هنالك فرق شعبية بالطائرة. نعم، نمتلك فرق شعبية تنظم بطولات للكرة الطائرة. حلو. والبطولات ليلية ويحضرها جمهور. حلو. يعني يحضر جمهور. جمهور. نعم، وعلى أنوار الكاشفة. جميل. وحتى بطولات للرواد بهذا المجال. تلك الصورة المشرقة. بالكبار. نعم. يقول أحد المسؤولين هذه ليست بجانب استقرار، إعادة الاستقرار إلى المناطق التي كانت محتلة من قبل داعش الإرهابي. يعني الرياضة مو جزء من هذا. من جانب من مهم ومؤثر جدا. نعم. في موضوع استقرار البلد واستقرار الشعوب. بالعكس جانب نفسي كبير الرياضة. طبعا أكيد يعني لها تأثير كبير على المجتمع. هذا اللحمة الشعبية الجماهيرية حين تجتمع في ملعب أو في ساحة. نحن عايشيها لهذه الحالة. نعم أكيد. يعني تحقيق إنجاز في مباراة أو بطولة معينة للمنتخب العراقي الوطني. نعم. تلقى الناس تطلع من زاخول البحر. نعم. بشكل عفوي. نعم. ما تعرف هذا كردي. هذا ما موجود. عربي. هذا من طائفة الفلانية. ذاك من العلم. ما موجودة حتى في الملعب. كلها فرحانة، كلها تآزر، كلها تشجع، كلها تحمل هم العراق وفرحة العراق، كلها تهني البعض. نعم. ويعني فد حالة. أنت في الملعب سيد رضا، أنت. نعم. جالس في المدرجات عذرا للمقاطعة. نعم. تعرف من أمامك ومن خلفك ومن جانبك ومن. أكيد لا، أكيد لا. أنا أعرف هذا ابن بلدي. خلاص. هذا ابن بلدي فقط. نعم. هذا اللي أعرفه. ويجمعنا قاسم مشترك واحد هو حبنا لبلدنا. مو فقط بالمدرجات، حتى بالملعب. نعم. هسا احنا كنادي نادي. نعم. بلد. نعم. كل الفرق. نعم. بدون استثناء. نعم. بدون استثناء نجمع كل الطوائف موجودة عندنا. نعم. من كرة القدم. نعم. إلى الطائرة عندنا لاعبين من الموسيقى. أكيد الآن لو شاعت احنا هاي الظروف. نعم. وبالظروف الصعبة. نعم. عندنا لاعبين. نعم. من محافظة نينوى يعني لاعبين وبعداد يعني موجودين ببلد مستقرين مبيت وكذا يعني. لو جمعتنا الأقدار، شاعت الأقدار أن يكون نادي بلد من محافظة صلاح الدين مع لقاء تنافسي في محافظة الديوانية جدلا يعني. نعم. وأنا أكون حاضرا أكيد. هذه يعني ما ممكن يعني ما ممكن أن نتعكز على تلك المسميات وتلك المطبات. إن شاء الله انتهت هاي ولت راحت. نعم نعم. انتصرنا، تجاوزنا هذا، انتصرنا عليها وخسأ من وضعها وليخسأ. وسنقول لله. كلمة الفصل لكل المتربصين. أكيد. ويحاولون يعني يعكروا صفو مجتمعنا وبلدنا أو يضعون حجر أو مطاب أمامنا تطلعاتنا. إن شاء الله إحنا تجاوزنا هاي المرحلة. يعني إن شاء الله راحت، صارت من الماضي ومتعود بعد. سنقول مجتمعنا أكيد أكبر يعني منها، أكبر من هاي القضية. فعلا قلنا كلمة الفصل للأعداء. إن شاء الله. إن شاء الله صورة مشرقة لبلدنا بكل الحياة، بكل صور الحياة. إن شاء الله مشرقة. سيد رضا الآن يعني رياضات بلد بناء الأجسام. نعم. من الفرق أيضا المتميزة. نعم. إحنا على مستوى المحافظة. هي. وإن حضور على مستوى العراق. وعندنا أيضا قاعدة جماهيرية لهذه اللعبة بالمناسبة. حلو. يعني القاعة أيضا تكتظ بالجمهور. حلو. من يصير عرض بطولة. عندنا لاعبين متميزين. لا رياضة بدون جمهور. بالضبط. عندنا لاعبين متميزين جدا، عندنا عشاق لهذه اللعبة، عندنا قاعات مدينتنا كلش هواية يعني يمارسون بها النشاط اللاعبي بناء الأجسام. طيب. أو كمال الأجسام. هاي الرياضات المعروفة. حلو. عندنا كرة الطاولة أيضا. حلو. موجودة على مستوى مو فقط النادي، أيضا الناس الآخرين. جميل. بالقاعات اللي موجودة بالمدينة. قلت لك اللعبات الأخرى الكيك بوكسينج، عندنا نتائج جيدة جدا في بطولة أندية العالم، حققنا وساميا في روسيا. حلو. حلو. نعم. مبارك مبارك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. طيب كل هذه الرياضات. ألعاب القوات، تجديف. حلو. الريشة الطائرة، كل هذه المشاركات. نعم. صادقة. هل
وجود لدعم مالي أم لمصادر تمويل ذاتي للنادي؟ يعني قبل اللقاء ذكرت لي 4 ملايين على مدى سنة كاملة. نعم. فقط ما يحصل عليه النادي من تمويل ذاتي، محلات أو إلى آخره. نعم، أنا ذكرت 4 مليون دينار يعني فقط مصدر التمويل الذاتي لنادينا، عائدات إيجار محلات 4 بمقر النادي فقط خلال السنة. هذا من تجهيزات رياضية لفريق القدم فقط، ما تكفي أي شيء. أي شيء وانت تريد تحسبها هي رايحة منتهية. يعني المهم سفر لبغداد، أكو موضوع التخصيصات من قبل المحافظة. صراحة احنا يعني نطرق هذا الباب ونتحدث عنه، هذا مهم جدا. لماذا هالشحة يعني؟ هذا مهم جدا. يعني ما ادري صار فت قطع او عزوف عن موضوع دعم الرياضة من قبل المحافظة، وما اعرف نسمع تبريرات غريبة جدا. يعني وزارة التخطيط، عدم موافقة الجهة الفلانية، عدم موافقة الطرف الفلاني، هاي القضايا. هذا مو مبرر. احنا عندنا رياضة نمتلك 15 نادي بالمحافظة بالإضافة إلى الاتحادات الفرعية اللي عددها 19 اتحاد. هاي من واجبات المحافظة، من واجبات مجلس المحافظة والمحافظة الشباب والرياضة، دعم الاتحادات الفرعية والأندية الرياضية. نعم. هاي من واجباتها. ودور لجنة الشباب والرياضة بمجلس المحافظة يجب أن يكون واضح وحاضر اتجاه هاي المؤسسات متواصل. الرياضية. نعم. احنا حاليا ماكو اي تخصيص من قبل المحافظة. الوزارة، وزارة الشباب والرياضة اللي هي تدعم الاندية عن طريق المنح، ايضا معدومة او قليلة جدا. اذا تكون موجودة تكون قليلة ما تسد الغرض، والمنح توزع بشكل غير صحيح وغير دقيق. يعني اندية محافظة صلاح الدين تصرف منحة 10 مليون دينار لكل نادي، بغض النظر عن النشاط، عن نعم عن الممتلكات، عن المنشآت، البنى التحتية، عن البنى التحتية الموجودة، عن النتائج المتحققة. افترض فهذا تأخذ كل هذه الجوانب مقابل الدعم المالي. هذا الجانب ظلم وإجحاف. نعم. في حق بعض الأندية يعني يجب أن يؤخذ في نظر الاعتبار نشاط النادي، المنشآت اللي يمتلكها النادي، النجائز اللي العفو الإنجازات أو النتائج اللي حققها النادي، يجب أن تأخذ في نظر الاعتبار في صرف الأموال. نعم. أو المنح المالية المقدمة على قلتها من الوزارة. وبالمناسبة احنا كنادي، نادي بلد، من 1/1/2018 لحد هذا التاريخ الشهر التاسع احنا لحد الآن لم نستلم أي منحة من وزارة الشباب والرياضة ولا من أي جهة أخرى. ولكن بغض مشاركاتكم كثيره ومتواصله ونتائج. نعم، هناك بعض الاخوه الداعمين من المثقفين الموجودين في مدينتنا، مدينه بلد، وعلى رئيسهم الشيخ عمار حكمت رئيس النادي الفخري، التحيه والمحبه، نائب المحافظ، اللي داعمنا دعم مادي ومعنوي ومتواصل بورك. ومو فقط لفريق كره القدم، تحيه لجميع الفرق. نعم. تقريبا يدعمنا يعني اكبر واكثر من منح الوزاره. يعني دعم الشيخ عمار بالنسبه للنادي اكثر من منح الوزاره. تحيه للاستاذ عمار حكمت لدعمه للرياضه البلداويه. نعم. وبالمناسبه يعني اكو هناك بعض الشخصيات الاخرى ايضا قريبه من الساده المسؤولين المدينه، قريبه للنادي ودعمهم متواصل. حتى اذا الدعم قليل او حتى اذا الدعم معنوي مو فقط مادي، يكون حاضر منهم وبنفس الوقت هو مهم بالنسبه لنا. الجانب المعنوي مهم. نعم. كثيرا. نعم. يعني الا تعتقد هذه الشحه تلقي بظلال سلبيه على المشاركات وباقي الانديه؟ انت ذكرت قبل قليل استاذ رضا هنالك انديه قد تكون وهميه، يعني قريبة على الوهمية، شبه وهمية، شبه يعني وهمية، قريبة. يعني لا مشاركات بحجم مشاركات نادي بلد أو صلاح الدين. بحجم استاذ. نعم. ماكو مشاركات، يعني سنين 4 إلى 5 سنوات ما عنده مشاركة، عنده غرفتين قافلها وقاعد يسوي محاضر اجتماع يحصل على الدعم. نفس الدعم اللي تحصله الأندية اللي هي جد وتجتهد، مثل أندية بلد والعلم وصلاح الدين وسامرة مشاركات، والأندية الأخرى والضلوعية. نعم، هو مثلا مشاركاته تكاد تكون معدومة أو قليلة جدا. يحصل على نفس المبلغ، نفس المنحة.
هذا إجحاف يعني، هاي بالعراق هذا إجحاف وظلم حقا طبعا. الأندية اللي ما نبهت على تلك الحالة ألم تنبه؟ أكيد أكيد إحنا نبهنا وحكينا أكثر من مرة، واستجابت الوزارة بإرسال لجنة تقص لجنة الحقائق، لجنة لتقييم الأندية، تقييم الأندية، تقييم الأندية وفق الجانب الإداري والمالي، السجلات، المنشآت اللي موجودة التابعة للنادي، بالإضافة إلى المشاركات والإنجازات. هو المطلوب هذا، أي أكيد إن شاء الله عملوا بها الموضوع، إن شاء الله راح يعمل به يعني، ما أعرف السنة الجاية هاي السنة الأشهر المتبقية من هذا العام. مجموعة التخصيصات المالية صادر ذا من قبل وزارة الشباب والرياضة تحديدا يعني للأندية خلال الأعوام التي تلت التحرير، يعني من 2015 لحد الآن. أنا متفاوتة أستاذ علي، يعني يعني كسقف أو كمعدل أصور أكثر شيء يعني سنوي، السنوي أكثر شيء 30 مليون فقط. أي نعم، كل نادي هاي مو كل سنة، أها هاي سنة أكو بيها 30 مليون، أكو سنين 5 مليون، ماكو سنة 10 ملايين فقط، أكو سنة لحد الآن ماكو، وكلها ما تكفي، هي ما تسوي شيء، ما تسوي يعني شيء. إذا هسه تباوع الأندية العراقية مو أندية الدول الجوار، لا لا لا. الأندية العراقية مثلا على سبيل المثال نادي القوى الجوية، نعم، عقد لاعب 450 مليون. لاعب الفريق من ضمن 30 لاعب بهذا الفريق عقده 30 مليون، هذا غير التخصيصات الراتب والنقل والسكن، 450 نعم. هذا لاعب مثلا تجي على نادي الشرطة، نادي الشرطة مليارات، يعني 7 مليار دينار الفريق كرة القدم، الفريق كرة القدم رقم كبير، مو للنادي، مو باقي الألعاب، مو الباقي الألعاب فقط، فريق الأول كرة القدم. نعم، وهكذا الأندية الجماهيرية اللي مرتبطة بمؤسسات وتحظى بدعم، مرتبطة بوزارة، تخصيصات مالية كبيرة جدا، ويعني تتباوع على نادي مثل نادينا، نادي فقير أهلي يمثل قضاء محافظة، دعم صفر، صفر بالمية لا يذكر، الدعم المالي لا يذكر، يتبارى ويا نادي مثل نادي الشرطة، نادي الشرطة بالطهارة، مثل نادي القوى الجوية، نعم، ويتغلب على نادي القوى الجوية 4 مليون بالسنة مقابل مليارات، مقابل مليارات الدنانير، مؤلم. فقضية صعبة يعني، قلت لك الأموال مهمة جدا. الحل حاليا الحل يجب على مجلس المحافظة والمحافظة الالتفات بصورة صحيحة وحقيقية وجادة إلى الأندية الرياضية والاتحادات الفرعية، نعم، في سبيل ديمومة عمل الرياضة، في سبيل دفع عجلة الرياضة إلى الأمام بالمحافظة، وهذا المطلوب، وإلا نعم، وإلا ستكون النتائج سلبية، وسيكون لدينا كلام آخر مع السادة المسؤولين. طيب هل من حلول يعني لما تعانيه الاتحادات؟ دعنا من الأندية، الأندية تحظى بحسب ما ذكرت، قليل جدا حسب ما ذكرت يعني، ومدنهم ومناطقهم والراعين والداعمين القريبين من الأندية. طيب يعني الاتحادات يعني كيف مصيرها وضعها؟ الاتحادات الفرعية وخصوصا في محافظتنا حاليا تمر بأزمة جدا كبيرة. أنا يعني سمعت يعني موقفين نعم، من 2014 لحد الآن لم يتم صرف مبالغ المنح من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. كونك تعمل بالممثلية للاتحادات المركزية، معلقين نشاطات الاتحادات جميعا؟ لا، معلقة بقرار؟ لا لا، ما عندنا، ما عندنا تعليق نشاطات، بس لكن معطلة الاتحادات، الاتحادات معطلة بسبب عدم صرف الأموال والمستحقات. أو الأولمبية فقيرة؟ الأموال البسيطة جدا لا بالعكس، ليس لديها تخصيصات مالية يعني لها حصة بالموازنة؟ طبعا أكيد أكيد لها حصة، وينزل برصيدها كل شهر عندها موازنة وميزانية. طيب. ومن مسؤولية اللجنة الأولمبية الوطنية صرف المناح للاتحادات الفرعية، هذا صحيح، أي، ولكن قلت لك من 2014 لحد الآن لم تصرف هذه المنح للاتحادات الفرعية بصورة عامة، ومن ضمنها محافظتنا اتحادات صلاح الدين. يعني الاتحادات المركزية يجب أن يكون لها دور فعال في موضوع تحفيز اللجنة الأولمبية على صرف أموال الاتحادات الفرعية.
لأنه لكل اتحاد فرعي أستاذ أديب بالمناسبة خلي يعرف المشاهد والمتابع للشأن الرياضي أنه الاتحاد الفرعي بالمحافظة يصرفوا له 1,000,000 دينار خلال السنة سابقاً خلال السنة قبل التوقف خلال السنة 1,000,000 دينار فقط ماذا يفعل بالمناسبة؟ 12 شهر هسه مبلغ بسيط جداً ولكن يعني تحية إلى اتحاداتنا الفرعية لكل الرؤساء الاتحادات كل الإدارات من خلال قناتكم الموقرة يعني بصراحة كانوا يعملون المبلغ اللي تنطيه خصوصا الألعاب الفردية الفنون القتالية الكيك بوكسينج التايكواندو بناء الأجسام الكيوكو شينغاي اتحادات متميزة بصراحة نعم صحيح يعملون بـ1,000,000 دينار يسوون أكثر من بطولة بالمحافظة ذكر يشاركون على مستوى العراق يجيبون تجهيزات يحققون نتائج فمن الظلم والإجحاف أنه إحنا نمنع هذا المبلغ من أن يوصل للاتحادات الفرعية حتى تمارس نشاطاتها طيب لنبتعد قليلا عن هموم الرياضة وما تعني رياضة المحافظة تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع إن شاء الله هنالك استجابة من الحاج علي أستاذ علي رئيس لجنة الشباب والرياضة مجلس محافظة صلاح الدين كان لنا اتصال قبل قليل معه عن طريق إذاعتنا الحلوة إذاعة صلاح الدين فهم وعدنا خيرا بلقاء حسب مقترحنا إن شاء الله نتأمل أن يتحقق هذا أنت تقدمت بمقترح له من مجموعة مقترحات ومطالب أن يعقد لقاء ما بين رئيس لجنة الشباب والرياضة وأيضا العاملين ضمن الأندية والاتحادات الرياضية الفرعية وشباب الرياضة هذا نعم. على أقل تقدير نعم على أقل تقدير يكون هذا اللقاء فصلي نعم. أكيد يعني على أقل تقدير لا يعني في طلب شهري لا هسه احنا كل ثلاثة أشهر مو حيصير طلبنا يعني صعب جدا هسه احنا فصلي ما يخالف مو شهري فصلي تعتبون عليهم اي ونتأمل نعتب لا احنا مو بس نعتب أهل احنا موضوع العتب انتهى راح وقته استاذ اديب نعم. احنا هسه نطالب نطالب وبقوه انتم اهل الرياضه في محافظه صلاح الدين نعم. كان عندي او اتحاد نعم. تعانون الامرين طبعا وما ممكن ان نترك الجمل بما حمل لا ممكن ان نترك شبابنا فريسه سهله لي 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 لا اريد ان نكمل يعني يكونون صيد سهل انا اعد نعم. إهمال الرياضة أستاذ أديب أعد إهمال الرياضة والرياضيين نعم. بهاي الصورة عمل إرهابي يا سلام أعد عمل إرهابي أعد جريمة كبيرة ترك الرياضة والرياضيين نعم. إهمالهم نعم. بهاي الصورة اللي إحنا عايشيها حاليا بمحافظتنا أعدها إرهاب طبعا أنت تعتب على المسؤولين في المحافظة طبعا على جميع مو عتب أنا يعني ما أعتب ولا أطالب أنا أريد حقوق الرياضة أريد حقوق الرياضيين وين نعم. أسأل كل السادة المسؤولين كل السادة المسؤولين أسألهم عن حقوق الرياضيين من أندية إلى اتحادات فرعية إلى كل الرياضيين حتى الفرق الشعبية حتى الفرق الشعبية نعم. نعم شباب وين حقوق هاي الناس نعم. وين تخصيصهم نعم. وين أموالهم وين الاهتمام والرعاية اللي المفروض يحظون بها من قبل المسؤولين مجموعة أسئلة نطرحها على طاولة السادة المسؤولين في محافظة صلاح الدين بحرقة وبهمسة عتاب لنعرف ماذا يفكرون وماذا لديهم للرياضيين سادة رضا الحديث طويل عن هذا الموضوع وحقيقة مؤلم من حقكم كرياضيين وأنا أضم صوتي لصوتكم بس أستاذ أديب مهم نعم. جدا هذا نعم. الحديث إن شاء الله. أنا أتأمل نعم. من شخصك الكريم نعم. من قناتكم الموقرة نعم. أن تستضيف أحد السادة المسؤولين بالمحافظة وتستضيف شخصية رياضية أخرى تواصل أنا بهذا الموضوع نعم. نعم في برنامج حتى نطلع للناس نطلع للشارع الرياضي نطلع الحقيقة نوضح للرياضيين نعم. حقائق ما يجري ويدور نعم. في محافظة صلاح الدين وخصوصا بالجانب الرياضي هذا قريب جدا أدركنا وقت البرنامج فقط أردت منك سطرا عن المشاركات العراقية الخارجية بأسرها جاكرتا قبلها بعدها باختصار الوقت أدركنا ومدرب أجنبي للمنتخب باختصار هل هي ملبية للطموح مشاركاتنا السنوات اللي مضت وما
تحمله لنا الأيام القادمة من مشاركات؟ أستاذ أديب بكل صراحة، نعم، مو مشاركاته مو فقط غير ملبية للطموح، بل رياضة العراق إلى الهاوية. إذا استمر هذا الوضع الإداري الموجود بإدارة الرياضة بالعراق بصورة عامة، فرياضة العراق إلى الهاوية، ونتأمل أن يحدث التغيير إن شاء الله على مستويات قيادة الرياضة بالعراق. هذا ما نعمله. أستاذ رضا، الحديث معك جميل وشجون، وأيضا أطراف كثيرة، أطراف الحديث ومداخلات كثيرة معك جميلة جدا. إن شاء الله نلتقي في وقت وقد تحققت أمنية الرياضيين بأن يحظوا بالدعم المنطقي على أقل تقدير. كلمة أخيرة نسمعها من جنابك بلقائنا وتخاطب بها الرياضيين بمحافظتنا وعلى مستوى عراقنا الغالي. نعم، من خلال قناتكم الموقرة قناة صلاحي. نعم، أطالب كل السادة المسؤولين، نعم، لحقوق الرياضيين بصورة عامة إن شاء الله. هذا واحد. نعم. واثنين، يعني احنا نشكر جزيل الشكر كل كادر العمل في قناة صلاح الدين مورك، على هاي الفرصة، هذه رسالة وهذا واجبنا حتى نوصل صوتنا مورك للجمهور الرياضي الكريم، للرياضيين بصورة عامة محافظتنا العزيزة محافظة صلاح الدين. وبالتالي نتأمل أن ندفع بعجلة الرياضة للأمام من خلال التواصل مع الإعلام إن شاء الله. إن شاء الله. أتمنى لك الموفقية سيد رضا عدنان، رئيس نادي بلد الرياضي. محبتنا للرياضة البلداوي، البيت الرياضة البلداوي، من يديرون لفة الأمور في نادي بلد الرياضي، لأهلنا الطيب، أهلنا الطيبين الأعزاء في بلد الغالية. نتمنى أن تبحر الرياضة ببلد إلى مصاف وشواطئ الانتصار والإنجاز، وكل رياضتنا إن شاء الله بالموفقية. أحبتي المشاهدين، جزيل الشكر لطيب المتابعة. هذه تحيات الزميل والضاحى الودي والزميل أحمد أسعد، من هم سر نجاح برنامجنا وبرامج أخرى. المحبة والتحية من جمهورنا الرياضي، من متابعينا، للأستاذ رضا عدنان رئيس نادي بلد الرياضي، لحضورك شرفتنا أستاذ رضا. حديث جميل معك، لي الشرف. موفقية يا رب للرياضة ولكل صور الحياة ببلدنا. شكرا جزيلا. حتى شكرا لكم، بارك الله فيكم. مرحبا حبيبتي المشاهدين، حتى نلقاكم في حلقات قادمة من الأسبوع الرياضي، لن نقل لكم وداعا بل في أمان الله.